ما هو الكروموسوم؟ قبل ما أبدي أفهم شنو الكروموسوم، بالأول علي أن أفهم شنو الخلية cell، شنو إلها علاقة بالكروموسوم؟ طبعا الخلية على نوعين، منها بروكاريوتيك cell اللي هي مثل البكتيريا، ومنها اليوكاريوتيك cell. النبات والحيوان والإنسان يتكون من خلايا متعددة وأنواع وأشكال مختلفة من الخلايا. مثلا الإنسان بداخل عدد من الخلايا مثل ستيم سيل، بون سيل، بلاد سيل، ماسل سيل وإلى آخره. كل الخلايا ما مهم شنو نوعها، كلها تتكون من نفس الأجزاء. نأخذ الخلايا الحيوانية كمثال لمعرفة أجزاء الخلايا. هتتكون من أجزاء مهمة، تكون من سيل ميمبرين، غشاء يحيط بالخلية ويحافظ عليها من التأثيرات الخارجية، وتتكون من السيتوبلازم الذي يقع داخل السيل ميمبرين ويحتوي على العضيات منها الميتوكوندرية، وتحتوي على نواة اللي هي نيوكلياس اللي بدورها تحتوي على الكروموسوم، ويحيط بالنواة غشاء اللي هو النيوكليار ميمبرين اللي يشبه نوعا ما السيل ميمبرين. أتت كلمة كروموسوم من الكلمات الإغريقية القديمة كروما بمعنى كلر، وسوما بمعنى بادي، يشبه الخيط يقع داخل النيوكلياس التي تقع داخل الخلايا الحيوانية والنباتية. كل كروموسوم يتكون من أجزاء أساسية. سنترومير يفصل الذراع القصير عن الذراع الطويل، يقع في الوسط. والتيلومير يقع في الأطراف الكروموسوم ويقطع عند كل cell division، أي عند كل انقسام خلية. كل كروموسوم يتكون من كروماتين، وكل كروماتين يتكون من DNA وبروتين الهستون. كما موضح في الصورة، بروتين الهستون ملتف حول DNA، وهذا الرسم التوضيح الثاني يبين التفاف الدي ان اي حول الهستون. هستون والدي ان اي هي عبارة عن كرة صغيرة تسمى النيوكليوسوم. كل نيوكليوسوم يتكون من 8 جزيئات من بروتين هستون، اللي هي 2 هستون الثالث، و2 من هستون الرابع، و2 من هستون الثاني اي، و2 من هستون الثاني بي، ويلتف حوله 146 قاعدة من الـ DNA.